كل الطيور وزه الدنيا الحضور، ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا أهلا وسهلا. معكم ولي أمر الطالب مساعد الضرغام، وإن شاء الله المستقبل إن شاء الله الطالب سيف الضرغام إن شاء الله يتحقق الكوكبة إن شاء الله دارس المجد الأهلية. أشكر المدارس المجد حقيقة على اللي تقدمه لنا في المدرسة ما شاء الله، من توعية ومن مناهج طيبة ومعلمين حقيقة أكفاء، وبارك لهم مركز الأول على مستوى اختبار القدرات على مستوى المدارس. كل الشكر الجزيل للأخوة أستاذ مصطفى، أستاذ محمود ميمي، أستاذ مصطفى عبيد، أستاذ علاء رياضة. نشكر صراحة مدارس المجد، يعني هي التي أسست لي هذا الولد وقبله ولد آخر، والحمد لله ولدي الآخر تخرج من مدارس المجد، والآن هو من المتفوقين في مدارس وزارة التربية بالمتوسط، وكان السبب بعد الله سبحانه وتعالى هذه المدارس التي أسست أبناءنا في الكتابة الإملاء وكتابة الخط كذلك والقراءة المتميزة، والحمد لله رب العالمين. صراحة مدرسة متميزة، أنصح جميع أولياء الأمور بالذهاب إلى هذه المدرسة وتسجيل أبنائهم. حقيقة أنا أو غيري نلقى أنه دائما في تقدم، فنشكر القائمين على هذا الكيان المدرسي، ودائما يبهرونا ويفاجئونا بما يقدموه من أمور دائما تصب في مصلحة أبنائنا الطلبة. دعوتي اليوم لحفل أولياء الأمور أو لقاء أولياء الأمور أثلجت صدري، واستمرارية اللقاء بيننا بين المدرسة والبيت هذا ساهم كثيرا فيما وصل إليه ابني الآن. الحمد لله ابني من المتفوقين في هذه المدرسة، ويتسم بالمعلومات، بالثقافة، بتلاوة القرآن، بالرياضيات. يعني أنا عاصرت هؤلاء المدرسين أجيال في هذه المدرسة، آخر من عاصرت منهم معلم اللغة العربية أستاذ جمال بيومي. أشكر مدارس المجد شكر عظيم، يقدمون لأبنائنا الطلاب شيء يفوق الوصف والخيال، جميع المعلمين من معلمين التأسيس إلى معلمين الرياضة شكرا لهم، والله يبذلون معنا أشياء، يساعدون أبنائنا، يعلمونهم، لهم منا جزيل الشكر والتقدير، شكرا لهم جميعا. مدارس المجد بسم الله تعاملت معاهم من تقريبا 16 سنة، أبناء جميعا درسوا، عندي 4 أبناء، واحد في القبلان، واحد في القانون، والثالث في ثالثة ثانوي، عندي سلطان الآن الصغير بإذن الله، أعدوا إعداد كويس. بالنسبة لمراحل الإعداد والتنشئة في المراحل الأولية من أفضل المدارس على مستوى المملكة، ما هو بس الرياض ولا غرب الرياض، فأنا أشد على أيديهم وأشد على أيدي المدير التنفيذي والقائد المدرسة وجميع المدرسين، الله يوفقهم. سبب اختيار مدارس المجد هو حرصها الكبير على مصلحة الطلاب وعلى البيئة التعليمية وطريقة الأسلوب في التعليم والتواصل مع المنزل، هذا السبب الرئيسي صراحة في اختيار المدارس. مرحبا بالحاضرين، جنان الخلد نلقى بعضنا والله يرضى، وإلى الفردوس نرقى في ثناء المرسلين، في ثناء المرسلين. ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين.